أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي. قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي إن هناك 6 أوجه للفساد في قانون الأندية الرياضية والشركات التجارية، وأضاف الفيلي أن هناك تفريطا في إيرادات الدولة عبر منح امتيازات وإعفاءات مالية تخالف مبدأ تنمية الإيرادات العامة للدولة، كتمليك أراض بدون بدل مالي للأندية المملوكة للشركات، ومنح إعفاءات من الضرائب على أعمالها خلال 10 سنوات الأولى من تأسيسها وبنسبة لا تقل عن 25% في الوقت الذي تفرض الحكومة ضرائب على رواتب موظفي الدولة. أعلن مصرف الرافدين إيقاف العمل بمنح سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية في فرعه الرئيسي، ودعا المصرف الموظفين ومنتسبي الداخلية إلى مراجعة الفروع التي تم تحديدها لترويج معاملات الحصول على السلفة بعد توفر التخصيص المالي لهذه الفروع. وأشار المصرف إلى أنه تم إيقاف العمل بمنح السلف في الفرع الرئيسي مع اتخاذ الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. قالت مصادر بمحافظة الأنبار أن فرقا تابعة لوزارة النفط اكتشفت مخزونات ضخمة من الغاز الطبيعي في 5 رقع استكشافية بالمحافظة. وأضاف المصدر أن إجمالي ما تم اكتشافه يقدر بنحو 25 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. يذكر أن عمليات التنقيب عن الغاز تجري بشكل واسع في مناطق غربي الأنبار الحدودية مع السعودية والأردن وسوريا، وتشمل 5 مناطق تم تحديدها مسبقا بأنها مكامن للغاز والنفط. أطلقت قطاعات اقتصادية في الأردن تحذيرات شديدة من احتمال فقدان 10,000 من العاملين لديها لوظائفهم بسبب استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا. وحملت نقابات عمالية ومسؤولون في جمعيات استثمارية الحكومة مسؤولية تدهور سوق العمل بسبب الإجراءات التي اتخذتها كفرض الحظر الشامل والجزئي وإغلاق العديد من القطاعات وتقييد أنشطة جميع الأعمال والمنشآت الخاصة السياحية والتجارية والصناعية. وأضافت أنه تم رصد العديد من القطاعات التي أعلنت عن قرب تسريح 1,000 العاملين لديها بسبب الجائحة وتداعياتها، متوقعين أن تصل نسبة البطالة من جراء الإغلاقات إلى 25% خلال النصف الأول من العام الجاري. توقع وزير الخزانة والمالية التركي لطفي ألوان نمو اقتصاد بلاده بمعدل 5% في الربع الأول من العام الجاري، وأضاف ألوان أنه يتوقع أن يكون عام 2021 أكثر إيجابية من حيث النمو، مشيرا إلى أن بلاده حققت نموا اقتصاديا خلال العام الماضي رغم تحديات جائحة كورونا، لتحل بذلك في المركز الثاني بعد الصين في قائمة الدول الأكثر نموا ضمن بلدان مجموعة 20. وأشار الوزير إلى أن عام 2021 بدأ بنشاط اقتصادي جيد على الرغم من إجمالي الدين العالمي الذي زاد بمقدار 24 تريليون دولار، وأن جميع البلدان ستكافح العجز في الميزانية لمدة 4 سنوات مقبلة في الأقل. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع ضعف الدولار الأمريكي والتزام أوبك بتخفيض الإنتاج، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم حزيران 69 سنتا أو 1.3% إلى 67.77 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم IR 63 سنتا أو 0.96% إلى 64.3 دولارا للبرميل، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا، فيما انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل العملات الرئيسة الأخرى في نفس سوق التداول. ختام الموجز، إلى اللقاء.